أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق دولة ذات سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ. وأضاف الكاظمي خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مبنى الكونغرس أن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والمجالات الأخرى، وزيادة كفاءة القوات الأمنية العراقية وقدراتها القتالية بالشكل الذي ينقل العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة. كما جرى تداول ملف النازحين والأقليات وتأهيل وإعمار العراق وبناء شركات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. من جانبها أثنت بيلوسي على الخطوات التي اتخذها الكاظمي منذ توليه مهامه في الحكومة والجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في ملف المكونات والنازحين، مؤكدة أن العراق بلد مستقل وبلد مهم في منطقة صعبة.